اليوم، ورشه عمل اليوم كانت مخصصه للرؤيه المستقبليه لمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصريه، واجتمع مديري نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصريه، وكذلك مديري مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلى للجامعات، ومدير المكتبه الرقميه وغيرها، يعني تحت رئاسه الاستاذ الدكتور ابراهيم جلال شعبان المدير التنفيذي لوحده مشروعات التقديم العالي. اهم ما نناقش في هذه المشروعات الجديده اللي ممكن يعني تعمل طفره في تكنولوجيا المعلومات وتخدم المجتمع الجامعي. حكين الحاجه الاولى اللي هو البث المباشر للمحاضرات الجامعيه في الكليات ذات الكثافه العاليه زي كليه الحقوق والاداب والتجاره، ودي هيبقى في بث مباشر من خلال المحاضره الى مواقع مخصصه في الانترنت مباشره على الانترنت بحساب له اكونت، هيخش بالاكونت بتاعه على المحاضره اثناء القائه يستمع، وممكن يعمل مداخله مع الاستاذ كانه جالس معه، ويعني يحصل تفاعل في اثناء الايه المحاضره كانه حضر بالضبط، لا يفرق عن، بالتالي هيوفر مواصلات، هيوفر اماكن، هيوفر حاجات كتير جدا جدا، بالذات اذا كان بيسافر الى كليه. دائما بنقول ان معظم طلاب كليه الحقوق والاداب والتجاره منتسبين، وبالتالي بيسافروا او يعني بيبقوا لديهم اعمال او ظروف الاماكن التي تتسع 2000 طالب. الفكره الثانيه وهي برضو لحل مشكله الدخول في الجامعه وتضارب يعني الامن الجامعي، الامن الجامعي مع زي ما احنا شايفين الايام ديت، ودخول ما لم يكن طالبا الى الجامعه، وبعض مثير الشغب او بعض المستهدفين، واحيانا ممكن تزور للكرنيهات، وممكن ياخد كرنيه واحد ويحط كرنيه صورته مكانه ويخش الجامعه اللي هو الكرنيه العادي ده. فطبعا ده ما يعني في مشاكل احنا شفنا، ويمكن المجلس الاعلى كلف امين المجلس الاعلى او الجامعات ان كل جامعه تحط ديزاين او دي طريقه لكيفيه تامين الجامعه من دخول الغير منتمين اليها. الحقيقه الفكره دي بقى بتلغي او بتحل المشكله دي، وهي فكره بطاقه ذكيه او كارنيه ذكي، وده ياتي على شكل حاجات كتير، ممكن ياتي على شكل ده يتم على مستوى جميع الجامعات في مصر، جميع الجامعات ممكن يبقى على طريق اسويره تلبسها الفتاه الطالبه كزينه يعني وما تظهر، وخلالها مش هتقدر تخش او تعمل الا بالجهاز اللي هو هيكتشفها، وممكن يحدد مكانها هي فين في داخل الجامعه. كذلك ممكن تستغل في الحضور والانصراف بتاع المحاضره، يعني انا داخل القاعه في قاعه بعمل كده خلاص خدت ايه ثبت حضوري، يعني الحضور بتاعي ممكن الموظفين يستخدموها في الحضور والانصراف اثبات، يعني نفس الشيء بدل ما يبقى في دفتر حضور وانصراف هي هتعمل. ممكن ايضا كمان يستخدم هذه البطاقه في شراء احتياجاته داخل الجامعه سواء من مركز الكتب او من الكافتريات، لان في الحاله ديت هيخش ياخد برضه احتياجاته بالبطاقه ديت الذكيه ديت من المكتبه او من الكافتيريا او اي شيء، او حتى هيدفع فلوس لشراء لاستخراج شهاده، يعني مش هيبقى فيه، هيبقى مكانه كامله في كل احتياجاته داخل الجامعه، يعني بمعنى اصح هيتعامل في الصغيره والكبيره وفي كل شيء يحتاجه داخل الحرم الجامعي بهذه الايه. تم وضع الخطه ولا لسه بتتناقش الفتره اللي والله هي احنا ناقشناها النهارده واعتقد انها هتلاقي قبول. هي طبعا عشان لا اخفي عليك سرا ان هي هنعملها تجربه الاول، هنشوفها في جامعتين او ثلاثه الاول. ده هيتم في الفتره من امتى؟ يعني ان شاء الله في السنه الماليه الجديده، يعني ان شاء الله في السنه الماليه، لان احنا بنحط فكره المشروع لسه، ومن خلال تم الموازنه للعام المالي الجديد. نعم هو طبعا اي حاجه احنا بتعرضها الوحده كمشروع جديد ما بتعرضوش من دماغها، هي ان كان في افكار بتعرض على المتخصصين، وهولنا اليوم الموجودين الان المتخصصين في من السي اي او اللي هم مديري مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعات، وهم اصحاب الرؤيه والفكر، لان هم اللي عايشين الجو داخل الجامعه او داخل الحرم الجامعي وعارفين اهم ايه مشاكله، وبالتالي احنا لما بنعرض افكار بيجي لنا فيدباك
اما ايجابي او اما سلبي او اما تعديل او رؤيه اجدد واحدث، فبالتالي ممكن نغير ونعمل على ضوء ما احنا شايفين.